السلام عليكم ورحمه الله الاحباب والصحاب، حياكم الله المتتبعين لقناه اطول رحيم الطيبين. مع الخير تبارك الرحمن اللي زارونا به الاخوان جاوا تشرفونا في الاعتبار، مرحبا والف مرحبا. جابوا لنا حديد الالمان خيرات الرحمن الروف الموديل 2022 ضربه 57000 الاخوان دو لتر ضاربه 1500 درهم 33 مليون الحبيب، مرحبا بك. البروميير ما جديد تبارك الرحمن، النظافة والعمارة، العمارة الحبيب الغالي وبنفس الوقت راه العالي، وحياك الله مع سكودا عاوتاني الكاروك، شي حاجة ناضية. قلنا التيروك والكاروك، هذه تاهي الضريبة 1500 درهم، فيها الاوتوماتيك، طوموبيل عالية عامرة، لا ما فيهاش البانوراميك ولا كانت تواتيك، مرحبا بك. ثمنها 23.5 ولكن المليح تاهي الضريبة 1500 درهم، تاهي دو لتر، شي حاجة ناضية، شي حاجة نقية، خذها بعينك مغمضين وانت مرتاح، ولا عندك شي وحيدة للبيع شرفنا في الاعتبار، مرحبا والف مرحبا. ولا كنتي باغي تريزيرفي هادو مرحبا بك، اتصل بالفريق ها هو، ولا عندك شي حاجة تبيعها ارسلها لنا واتساب بلا ما تحتاج تصوني، غير روح تصاور المعلومات ويجيك الرد ان شاء الله، ومعرفتك اهم من كل شيء. تفضلوا معايا دابا تشوفوا الجولة اللي كاينة في هاد السيارات تبارك الرحمن، حديد الألمان شي حاجة نقية، والعمارة والنظافة والجودة، والفريق تيدير مجهودات طيبة، السي عمران حتى هو راه تيدير مجهودات زوينة، والسي فتاح حتى هو راه تيستيكي لنا السيارات وتيلمعهم، الأخ الطيب الرجل المكافح أكثر مني جاية مقاتل أنا الحبيب. بارك الله بيومين ياك الحديد النيض الناضي ياك، الإخوان إن شاء الله فينا جديد، القبول من عند الله أخويا فتاح. ورا تنديرو جهدنا تنعياو اخويا دابا تبارك الله كاين اللي كيفهموا لا لا كذب على الله ياك بدا بنا صافي عرفونا شنو كاين وصلنا بعد هذه الايام تبارك الله الحديد الناضي الناضي انا تنفرح ملي تيجي بي اس واع هذه ما عطلتوش والله الا عنده فيها مال لوفي هاد التروك هذه العماره والله الا عنده فيها الكريدي فيها مال لوفي جا الاستاذ قال لي خويا مصطفى ارتحيت لك بغيت نبيع لك الطوموبيل عندي فيها شي كريدي بغيت ناخذ شي عقار قلت له موجود مرحبا 5 دقائق قضينا الغراض الحمد لله قضينا له الغراض ان شاء الله في نهار واحد قضينا الغراض وقضى الله غراضه وهذه اهم حاجه خويا فتح هو قضى حوائج الناس اصاحبي السيد فيه شي كريدي مشينا خلصنا قدينا المسائل خدينا وريقه ديالنا صافي الطوموبيل دابا ها هي موجوده لك الحبيب دونك حنا كنديروا خدمه زوينه لا اللي عيبيع لنا ولا اللي عيشري من عندنا دونك سيرفيس زوين بداها من الوراق حتى للنظافه وحتى التلميع والخدمه والسيرفيس ونوصلوا خويا حتى للتران غير شرفنا في الاعتبار ان شاء الله لا باغي تبيع السياره المليحه بالحق يكون جديد الكوير بحال هكا شو هذا كوير زرق وهذا كوير كحل يعني جوج لوينات هذا الزرق واحد الزرق في شكل زوين تبارك الله وهذا البطابلو كحل يعني جوج لوينات كاين الفشوش والله العظيم فيها الفشوش هذه السياره منين عند فيها هادشي شوف الفشوش اخي الفشوش ضربه 57000 شوف الديجيتال شوف ليكرون كدوز عيدك هنا كيدوز عام هكا تتهضر مع ليكرون غير بالاشاره ما تتسمعش غير تتشوف حياك الله شوف البانوراميك شوف لي الفشوش وانا الغالي الحديد العالي برا عليا الدار وبحال شي كيويته فتح شي فصالته كي دايره هذه راه خصنا نسميوها الطيويت شي تيروك طيويت هذي والله الا فصالته بحال الكيويت زوينه كتعجبني انا صراحه بياسه والحمد لله الحديد كله تيعجبنا اخويا فتح واحد قال لي انت كلشي كيعجبك قلت له انا ما عجبتنيش ما غنشريهاش عزاز وغالي انت اخوان طيبين كاين الكروماج كاين الفشوش الحبيب كاين الفشوش ما تهضرش كاين المليح تخافش منوع الضرب صبغ الدار كامل الطوموبيل بنوا الدوبل في الطوموبيل باقا كله دوبل في الاخوان سي فتح غيستيكيها ان شاء الله ويلمعها وانتم كتشوفوا والاخوان تيديروا معنا مجهودات اوتوماتيك والبانوراميك يلاه ليك ولا العزيزه عليك ولا العزيزه عليك ياك لي ولا المرته وحده فيها مالو شنو مالها تغلى عليها عطيها الله يعطيك الخير انا 33 الحبيب مرحبا بك يلاه انس قنيطره بلاكتكم هذه مرحبا بالمغرب كامل اللي بغاها انا معاه انا الحبيب واللي بغى عاوتاني شي حاجه عمليه ثاني والبيت جي ناقص على هذه راه مزيان 23.5 النظافه الجماليه
شوف لي شوف لي الجمال الألماني. شوف 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 الشيء الداخل كيفاش داير. هانت هانت هاي السي كم السي فتاح وغيلمعوا إن شاء الله. شوف هذه على صالون فيها كيدير، وشوف على جمالية والنظافة كيديرها. شوف 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 الفينيسيو، شوف الفينيسيو ديال الحريفيه، شوف الحريفيه اللي بصح تيحبوا خدمتهم. شوف 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 الفينيسيو كيدير، شوف النظافه، شوف شوف الصالون كيدير. شوف شوف بوست اكرون دوريجين العمارة كما شرح مولاها في الفيديو الاول. رجعوا تشوفوا الفيديو ديالها فاش داروا معايا الاخ الكريم اللي باعها ليا. شوف النقا النقا النظافه، الشارجور تيب سي، لا كليم ثلاجه. شوف الفشوش البطونات، غدا ان شاء الله غتلمع وغتسيكا وغتلقاها جديده الغالي. ناضي ناضي الاكرون فيه الفشوش. وانا الحبيب ضاربه 150,000 ها 2020 شهر 12، 2020 شهر 12 ضربة 150,000، ولكن النظافة تقول أنت ضربة 50,000 ماشي 150. هانا النظافة النظافة والحديد العالي. مرحبا بك الغالي. هانا شكرا للدعم والبارطاج، وشكرا للزيارات في العتبه. مرحبا والف مرحبا. وتعجبوني الانسان اللي تيجي عنده الهدف وزار وخفف. حي الله الاخوان. كاين النظافه، شوف بارك رادار اوريجينال، كتكون راجع باللور لخرج قدامك شي واحد كتفراني راسها، يعني عمرها ما ترجع لك في العقبه، عمرها ما تضرب لك شي واحد ما شفتيهش. كاين الفشوش فهمتي، فرانا ما اوتوماتيك، يعني كاين الطوموبيل كنقول لك الناضي الناضي، فيها شي حوايج واعرين. خلاص هذيك راه العماره كامله هذيك، بغيتي تبرع انت ولا العزيز عليك مرحبا بك. هادشي اللي كاين هاد الساعه. حياكم الله. كما قلنا ارقام الفريق، والناس اللي كيتبعوا معنا في اليوتيوب راه تيعرفونا كيفاش كنخدموا. هي اليوتيوب حيا الله جميع المواقع وناسها. فاليوتيوب تاتصوني هي الاولى، فالناس اللي جاوا زارونا من الشمال وداو ديك الصقر المدلل ديك كلاس سي 2019 تبارك الرحمن، دا واحد الاخ من الاخوان يحبوننا حبه للرحمن سبحانه وتعالى، احبهم الله. الدواب بياسه واعره، الله يسهل عليهم. ولكن شي وحيده بحالها زورونا، ارسلوا لنا في الواتساب مرحبا بكم، واللي بغى يريزيرف فيها الارقام ومرحبا بالجميع. واللي بغى يبيع يرسل عليا واتساب، ما يحتاجش يتصل ابيل كاع، يرسل عليا تصويرات الموديل 8 كيلومتراج. غنقصروا انا وخويا في واحد جوج كلمات. كتاب التجاره ما كتبتش معرفتك هي كل شيء. ولا جيتي عندي المحل وعندك الهدف اللي جاي عليه وعارف علاش جاي، مرحبا بك نقضي لخويا الغراض سير بلاص. حياك الله. خصك يكون عندك الهدف علاش جاي وعارف شنو باغي تشري وما عندكش مشكل، مرحبا بك. ولكن شي كاروك راه الناس هادي الكاروك، هادي الكاروك الاخوان. كاين شي لكن شي كودياك، عندي طلبات في شي اخوان باغن الكودياك، زورونا بالكودياك الله يعطيكم الخير. وسياره الاودي الاويت، واحد الاخ ثاني واحد الحاج طالبني على واحد الاويت الله يعطيكم الخير، اللي بغاها يجيبها لنا بغى يشريها على يدي. واللي عنده شي سياره عزيزه عليه وبغى يدير التجاره بلا حريق الراس يزورنا في العتبه مرحبا والف مرحبا. التجاره في 5 دقائق وان شاء الله. واللي بغى يشري من عندنا مرحبا به، يجي يشوف السياره عجباته ما عجباتوش، ان شاء الله نعجبو انا ويعجبني هو. هذا هو الربح عندنا، والمعرفه هي كل شيء الاخوان. ومازال الخير القدام، دعمونا وبارطاجيو القناه ديالنا باش نزيدو نتعرفوا على اخوان واخوات عندهم افضل واجود سيارات ان شاء الله، اللي تكون سياراتكم وسيارات عائلاتكم. وحياكم الله وتحية طيبة في هذه الأمسية إن شاء الله، وعطلة سعيدة. والسبت نخدمو حد العشية يعني نهار كامل
ولحد ما تنخدموش الاخوان الا اللي بغى يريزيرفي ولا شي حاجه يتصلوا. عافاكم اتصال يكون فوق الخدمه من 8 الصباح 8 العشيه ما بقى اتصال لا بالفريق لا بيا. حياكم الله. وهذه المجهودات كلها في اطار الخدمه باش تاخذوا احسن خدمه واحسن سيرفيس. يا كاسي افتح الله تهلا لي في الكليان والله كان عياه والاخوه والله الله يحفظك اخويا افتح الله يحفظك ها الله يفتح عليك. وهذاك الشيء اللي كنديروا حنا راه فهمتي الله يحسن العونها بحال هذا الخير تبارك الله. وهذا الخير هذه راه مولها استاذ بمعنى الكلمه والله الا مول هذه استاذ من الاساتذه الطيبين اللي بصح اصحاب السكره والبيرو كيعرفوا غير الخدمه سكرته داخل البيرو من البيرو للطوموبيل للدار فهمتي يعني الطوموبيل ما كاينش ها مولاي الله عمرها دار. كذلك هذا عاوتاني قنيطره وخدام في الرباط والله الا قنيطره وخدام في الرباط جوج دقائق قال لي خويا مصطفى ما مساليش هاك ها السياره هاك ها الوريقات هاك الكارت كريز تكلف تما لو في خلص منك لي اللي شاط عطيه لي الله يسخر صافي دا الامانه ديالو مشى ناضي ها السياره اللي جي ديها شي حبيب مرحبا به. وترى عندك شي سيارة بغيتي تبيعها مرحبا بك لا فيها شي كريدي نخلصوه ما كاينش مشكل ونديروا الاجراء القانوني ومرحبا بك. المهم هو تكون عندك فكرة مسبقة على سيارتك شحال غتجيب في السوق شحال ما كان عليها ديال الكريدي غتخلصوها الحبيب واللي شاط غديروا في جيبك والله يسهل عليك. ودعيوا معنا وما تنساوش الاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله. يلا سيفتح الله يسر لك.